معانا دلوقتي الفرخة المحشية بالخضار والفريك. مقاديرنا فرخة كاملة، ملح وفلفل، بهارات مشكلة، قرفة، حبهان كمون، بابريكا، زيت او سمنة، بصل مفروم، ثوم مفروم، فريك. الفريك بيكون منوع في المية قبلها بيوم او مسلوق نص سلقة، فلفل حار، مكعب مرق وبسلة وجزر. طيب احنا كده سلام، ادي اول حاجة البصل، ادي السمنة بتاعتي اهي، وادي التوم كده. تعالوا بقى نشوف هنعمل الايه. شوية كمون، سنة قرفة، سنة بهارات، سنة بابريكا، سنة كركم، شوية ملح، شوية فلفل، حبة زيت زيتون. بقول لي ايه اللي انت بتعمله ده؟ ده البوكيه جرنيه بتاعي اهو، اللي انا هحطه النست بتاع التشيكناية بتاعتي. حبة كزبرة خضراء، سنة ليمون، عشان الأكلة تبقى مززة وحلوة. هنا أهو كده، وآدي بواقي الصينية بتاعتي. طبعا دول شوية فلفل حراق، شوية بزلة بتاعي، ماشي، البهارات بتاعتنا المشكلة، حبان مطحون، ادي حبة الملح، حبة الفلفل. يا حبيبي يا سيدنا محمد، حبيبي يا سيدنا محمد، شوية الوتر عشان البسلة تاخد راحتها في السوى. هو مش كتير الوتر بتاعتي، لكن عشان نلزم ننظف التنظيفة الحلوة دي، شوية ملح، ونبدأ نحاول نشد الجلد بتاعها كده. ايه يا عم الحاج ده بقى؟ ايه اللي انا شايفه ده بقى؟ بقول انا مش شايف حاجة. بص يا عم ابراهيم، اهو ودي كده اهو، ونرجعها تاني الاوفن. لا 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 لا، احنا ما اتفقناش على كده، ما تحكيش عليا. اشكر ابني وحبيبي واخويا وصاحبي وصديقي السيد عمي